أهلا بكم. خطوات عملية يبدو أن واشنطن قررت المضي بها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين أبوظبي وتل أبيب. فاليوم وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل في جولة إلى المنطقة تأخذه غدا إلى السودان وبعدها إلى البحرين لتختتم في الإمارات. أما تصريحات بومبيو من القدس فجاءت صريحة وواضحة ما بين دعوة دول عربية لأن تحذو حذو الإمارات وبين تأكيده أن دولا عربية أخرى شرعت بالفعل في اتصالات ومناقشات ولربما يصدر شيء ما بهذا الشأن في القريب العاجل، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عما سماها بحقبة جديدة أطلقتها معاهدة التطبيع مع أبوظبي. ومعنا الآن من القدس مائير كوهين المحلل السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي السابق، ومعنا من أورلاندو توم حرب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من كامبريدج الدكتور مكرم خوري مخول الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أنا أريد أن أسأل دكتور مكرم خوري سؤالا بصورة أكبر، لأنه يعني ما الذي يجري الآن على مستوى المنطقة بشكل عام؟ هناك اتفاقات ومعاهدات سلام موقعة يعني من سنوات طويلة ما بين إسرائيل من جهة والأردن ومصر من جهة أخرى، يبدو أن هذه الوضعية الآن مختلفة. لا نتحدث عن مجرد توقيع اتفاق لإنهاء حرب أو لفرض حالة من السلام، ولكن هناك محاولة يعني التطبيع الحقيقي على مختلف المسارات وبين البلدين بشكل أكثر شمولية مما هو حاصل مع الأردن أو مصر. هل هذا توصيف دقيق؟ شكرا لك أستاذة نوران. فعلا هنا لا شك أنه علينا فرملة النقاش وتأمل وتفكيك ما يحصل الآن. إذا ذكرت أستاذة نوران أن الاتفاقيات حصلت في نهاية السبعينيات وأخرى في النصف الأول من التسعينيات، أي أنه هذا العالم العربي كان بدون أي حالة من عقد اتفاقيات سلمية بين أي دولة عربية أو دولة فلسطينية وحاليا كيان الاحتلال الإسرائيلي لمدة ربع قرن. ولذلك فلا أعتقد على الإطلاق أنه ممكن أن نصف ما يجري الآن ما بين مشيخة الإمارات وإسرائيل باتفاقية سلام أو حتى تطبيع. هذا كما يقال بالعامية هذا مش تطبيع، هذا توقيع، إنه توقيع لاتفاقية تحالف استراتيجي ما بين الإمارات وإسرائيل ركائزها الأساسية هي الأمن والاقتصاد والأمن المائي والمعابر المائية والملاحة والتجارة. وبالتالي هنا لا أعتقد على الإطلاق أن ما حصل مع الأردن ومصر على سبيل المثال التي لهما حدود مع فلسطين المحتلة أو دولة إسرائيل الغير معروف حدودها، وهناك أيضا طبعا كانت أراضي محتلة، فممكن جدا أن نقول أن في حالة الإمارات ليس هناك لا حدود ولا أراضي محتلة، وأصلا عمر الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من فلسطين في 67 أكبر من عمر الإمارات التي حصلت على حدودها واستقلالها في مطلع السبعينيات. إذن هنا يوجد أكثر ما يوجد اتفاق اقتصادي وما يسمى بتهميش للقضية الفلسطينية. وقد يقول أي شخص من الإمارات أنه سئمنا من القضية الفلسطينية، والجواب التي تجدينه في الشارع الفلسطيني هو لماذا قلتم أنكم تحبوننا؟ لماذا قلتم أنكم تريدون أن تخلصوا إلينا؟ لماذا أردتم وقلتم أنكم مسلمين وعرب تريدون تحرير فلسطين؟ هذه مسألة كبرى يطرحها الشارع الفلسطيني، ولذلك لا يوجد أصلا في الإمارات شعب عددياً كافٍ، رغم أننا نرى المعارضة لهذه الاتفاقية الاستراتيجية
بين الإمارات وإسرائيل، ولكن ليس هناك شعب كاف في الإمارات. نحن لا نتحدث عن الملايين، الشعب الإماراتي أصلا لا يتعدى المليون نفر. طيب، ولكن طبعا يعني ننوه أنها اتفاقية بين حكومتين، يعني ليس لدينا مقياس يعني دقيق لما يريده الشارع الإماراتي. يعني السؤال لتوم حرب هنا أنه لا نستطيع أن ننكر أن هناك حالة غليان داخلي في تلك الدول التي نتحدث عنها، ولنأخذ السودان مثالا، وبومبيو متوجه في هذه الجولة أيضا إلى السودان. يعني قبل أسبوع أقيل المتحدث باسم الخارجية السوداني عندما قال أو استقال، يعني عندما قال أنه هناك حديث عن التطبيع على مستوى رسمي وحكومي في السودان. يعني كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تتعامل مع هكذا غليان في نظام، لو تحدثنا عن السودان، هي حكومة انتقالية جاءت بعد ثورة، هناك بعض الارتباك فيما يبدو في أسس أو بوصلة السياسة الخارجية للسودان حاليا؟ يعني إذا نقارن الإمارات بالسودان هنالك فرق شاسع، لأن الإمارات ثقفت شعبها على ضرورة عملية السلام، والبحرين وعمان وحتى قطر بالعلاقات الشبه نص دبلوماسية بين إسرائيل وهؤلاء المناطق. أما بالسودان لم يزلوا أنه بعد طلعوا من نوع من قمع فكري واستراتيجي وسياسي، وخرجوا من حكومة البشير وسلطة البشير وهؤلاء الذين تمادوا على عقود عديدة. على الشعب أن يتعود على حل السلام، وربما بعد كذا سنة عندما يتثقفون ما هي مصلحة السلام، هي التطور، الانتعاش الاجتماعي الاقتصادي، هذه هي حلول السلام. عدم السلام هو ربما هنالك سيكون مجموعات تستغل هذا الظرف، مثل الأخوان المسلمين وحركات راديكالية تأخذهم على الحرب وعلى الويلات، وهذا الشعب لا يريد الحرب بعد ذلك. يعني أفهم أنك تتوقع الأمر سيكون أكثر صعوبة مع السودان من الدول الأخرى. طب ما الذي يمكن للإدارة الأمريكية أن تفعله هنا؟ يعني السودان لديه مطلب واضح وهام جدا، يكاد يكون المظلة التي يندرج تحتها كل شيء آخر، وهو إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. هل سيقدم يعني بومبيو هذه الجزرة في هذه الجولة الحالية؟ أنا أتصور بأن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يستطيع أن يوفر هذه المظلة للحكومة في السودان، وعلى الحكومة في السودان أن تعني الشعب ما تحاول أن تقوم به، ومقابل ذلك هو ربما تطبيع بين إسرائيل والسودان. ونحن نعرف بأن هنالك بدأت علاقات جيدة بين الإسرائيليين والسودانيين، وهم ليسوا على خط حدود معهم مثل المصريين، أما الأردنيين، أما اللبنانيين، أما السوريين، لأن كلما قربت على المشكلة الأساسية والقضية الفلسطينية الشعب يتعاطف مع القضية الفلسطينية، وإنما إذا بعدت عن الحدود ربما سيكون تغيير في الفكر والذهنية للشعب. إذن هل سيعرض بومبيو هذا في رأيك؟ أنا أتصور بأن وزير الخارجية سيعرض هذه الحلول، وفي نهاية المطاف يعني ما تطرحه الإدارة الأمريكية هي لحل هذه المشاكل العالقة منذ 60-70 سنة، والفلسطينيين لحتى اليوم لم يعطوا شيئا للمجتمع الفلسطيني، وربما بعد الضغوطات العربية على الفلسطينيين ربما سيذهبون إلى حل، وهو الحل الذي طرحه ترامب في البيت الأبيض منذ أشهر، هو إقامة دولتين. هل حجم كل دولة؟ هذا شيء يختلف، ولكن إقامة دولتين مستقليتين هذا الحل الأنسب للشعب الفلسطيني. ما رأيك دكتور مكرم في هذا الكلام؟ يعني كل دولة من تلك الدول هي لديها طلبات واحتياجات وصراعات داخلية وتحديات، إذا حلت هذه الأمور من خلال البوابة الإسرائيلية، كيف سيغير هذا من شكل أو من نوع الضغوط على الفلسطينيين أنفسهم؟ أولاً أقترح على الأستاذ توم حرب قراءة ما يسمى بنص صفقة القرن الذي لا يذكر على الإطلاق حل الدولتين، ونحن رأينا أن حتى نتنياهو لا يعترف على الإطلاق بهذا الحل، فلا أعرف من أين يجلب هذه المصادر. ثانياً تكلم الأستاذ توم حرب عن منظومة تعليم الشعب على السلام، أعتقد أنه في حالة احتلال فلسطين ولمدة زادت
7 قرون، أنا الأوان أن تنطلق من أمريكا أم الديمقراطيات منظومة تعلم شعوب العالم كلها على خطاب تحرير الشعوب المحتلة، على خطاب تحرير أولئك الذين يرزحون تحت حصار لمدة قرون، على منظومة تدعو إلى الحرية والاستقلال للفلسطينيين كما هي ممنوحة لغالبية الدول العربية ولدول العالم، ولا تتفق وتوافق وتدعم دولة احتلال تقمع شعب وتعزله وتقصيه من وطنه لمدة 7 قرون. هذا واحد. ثانيا، لا أعتقد أن مشيخة الإمارات تمثل أي شيء أكثر أقل من 1 مليون إماراتي، وهذا حقهم بأن يفعلوا ما يشاءون، ولكن عندما نتكلم عن السودان فلا يمكن إقحام المثالي وسحبه على الإمارات أو على البحرين، وسأتي إلى البحرين، لأن السودان لديه تقليد يمد إلى 30ميات القرن الماضي في الدفاع عن الحق الفلسطيني وفي عادته وتقليده الطبيعة، ونحن رأينا كيف بعد ساعات قام وزير الخارجية السوداني بإقالة الناطق بلسان السودان في مجرد أن قال أنه سيكون هناك تطبيع. هناك مزاج شعبي سوداني، وأنا على اتصال مع مئات السودانيين ضد التطبيع وضد أي تحرك. ولكن يعني نتذكر في فبراير الماضي دكتور مكرم لقاء البرهان رئيس المجلس السيادي بنتنياهو والاتفاقات التي حصلت حينذاك. لا أعرف ولا أعتقد أنه حصل هناك اتفاقيات. نعم، كان هناك لقاء بين رئيس المجلس السيادي البرهان، هناك رئيس حكومة آخر، وهناك الآن عراق وتنافس ما بين السيادي والحكومة لغاية هذه اللحظة، ونحن نعرف أن هناك مشروع إماراتي في السودان، والإمارات هي التي تحرك الخيوط في السودان وأرسلت 10,000 من المرتزقة السودانيين ليحاربوا نيابة عنها ضد الشعب اليمني. هذا كله معروف، ولكن لا أعتقد أن الشعب السوداني سيقبل بتطبيع المجلس السيادي والحكومة السودانية مع دولة الاحتلال. والآن نسحب إلى البحرين. نعم، البحرين هي مشيخة صغيرة وتقع تحت كنف السعودية والإمارات، ولكن لنذكر أن غالبية الشعب البحريني هو شعب عربي شيعي ضد التطبيع ويتمازج تماما مع المقاومة الفلسطينية. وحتى وإن قام ملك البحرين بالتوقيع مع إسرائيل فأعتقد أنه ستشتد هناك حركة معارضة شديدة. إذن الوضع ليس بالسهولة التي يصورها ترامب أو له عن خلق يعني مزاج اقتصادي. وإن أرادوا أن يحولوا الموضوع إلى صفقات اقتصاد ممكن أن يعقدوا هذه الصفقات، ولكن أول آخر ستقوم إسرائيل بحد هذه المشيخات وترك مصالحها إلى أن يقوم ويعلن عن أنها حركات مناهضة أو غير مناهضة للإرهاب، ويقوم ترامب أو غيره بالتخلص من هذه الأمر. أنا أريد أن أعود إليك في الواقع دكتور مكرم، لأن يبدو أن لديك تعقيب وتهز رأسك محتجا على هذا الكلام. نعم، يعني طبعا من حق الأستاذ مير كوهن أن يتكلم ما يريد، ولكن أن يقوم بمحاولة أراها غير عادلة بنسف أعمال قوات الاحتلال وبقمع الفلسطينيين ويتهم الضحية بدلا من أن يتهم الجلاد الإسرائيلي الذي يحاصر مليوني فلسطيني في غزة لمدة عقدين، والذي يحاصر أصلا محمود عباس. لماذا رفضتوها؟ لماذا رفضتوا فرص التفاوض والوصول إلى سلام؟ أعطني مرة واحدة قال بنيامين نتنياهو أو أي قائد إسرائيلي في العقدين الماضيين أنه مستعد أن يوقع على إقامة دولة على حدود 4 حزيران 1967. هناك انقسام في الشارع الفلسطيني بين حماس وفتح. إسرائيل هي دولة احتلال وأنتم تقمعون فلسطينيين. طيب، هذا احتلال بسبب حرب فرض. يعني هذا السجال الآن هو يعبر أن الأمور بعيدة للغاية عن مرحلة أنه نتحدث أن هناك نوع من العلاقات الإيجابية التي ستبنى في المنطقة وسلام سيعم. شكرا لك من أورلاندو توم حرب، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، وأشكر من أيضا القدس مائير كوهين المحلل السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي.